أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. القدس العربي، أهالي البصرة يواصلون احتجاجاتهم ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهرين. في الحياة، العراق تطابق عد الأصوات 90% والحوارات لا تفرز الكتلة الأكبر. في الزمان، الديمقراطي الكردستاني ينفي إبرام اتفاق سياسي مع الفتح ودولة القانون. وكتبت المدى، محاكمات سريعة للمتهمين بالانتماء لداعش من دون تدقيق الأدلة. أما الخليج الإماراتية فنشرت عن قوات النظام وقالت إنها تخرق الاتفاق وتحاصر مناطق المعارضة في درعا. وفي العرب الجديد، أردوغان يؤدي اليمين الدستورية ويعلن تشكيلة حكومة جديدة من 16 وزيرا. والختام مع العرب اللندنية التي نشرت عن إيران وقالت إنها تناور لسحب أموالها من الخارج استباقا للعقوبات الأمريكية. إلى المقالات الآن. إذن في مثل هذا اليوم قبل سنة، أطل رئيس الوزراء حيدر العبادي أمام مقر قوة مكافحة الإرهاب في الموصل ليعلن استعادة المدينة من تنظيم الدولة بعد 9 أشهر من القتال العنيف. لكن صحيفة المدى ترى أن النصر المعلن بقي باهتا وناقصا بعدما كشفت الأيام اللاحقة عن عجز الحكومة عن إعادة إعمار المدينة التي تعرضت لدمار هائل وفقدان أثر آلاف الرجال الذين اختفوا في ظروف غامضة وملاحقة آخرين بسبب تشابه الأسماء. تقول المعلومات التي وردت إلى الصحيفة إن هناك 350,000 شخص أغلبهم في الموصل تتشابه أسماؤهم الرباعية مع مطلوبين في قضايا إرهاب، وهم جميعاً عرضة للاعتقال، وإن عملية تدقيق الشخص الواحد تحتاج بحسب الإجراءات المتبعة إلى يوم كامل حتى يمر المشتبه به على جميع التشكيلات الأمنية الستة العاملة في الموصل، أهمها الاستخبارات، الأمن الوطني، المخابرات، ومكافحة الإرهاب، ويتم التبين من حقيقة وضعه الأمني. ويؤكد مصدر مطلع في الموصل أن هناك 127 معتقلاً بسبب التشابه في الاسم الثلاثي، على الرغم من أن وزير الداخلية منع احتجاز شخص إلا بعد التأكد من اسمه الرباعي، لكن القرار لم تلتزم به كل الأجهزة الأمنية. أما بشأن 350,000 المشتبه بأسمائهم الرباعية، فقد أكد أن أي منهم يعتقل فوراً عند مراجعته لدائرة الاستخبارات للتأكد من موقفه الأمني، وتعتمد حياة كل سكان الموصل على ورقة السلامة الأمنية، حيث لا يمكن لأي شخص هناك الحصول على راتبه التقاعدي أو تجديد هوية الأحوال المدنية من دون تلك الورقة، وإلا سيكون معتقلاً لعدة أشهر لحين ثبوت براءته. وتنقل الصحيفة عن مصادرها أن هناك معتقلين قضوا 8 أشهر على الأقل حتى استطاعوا إثبات عدم تشابه أسمائهم مع مطلوبين. وتوضح المصادر نفسها أن الوضع في المعتقلات سيء للغاية، حيث تنتشر الأمراض، مبينة أن في أحد السجون في المدينة مات 86 معتقلاً بسبب الأمراض. إنه في تايلاند، كهف للمتعة والاستكشاف تحول في ساعة إلى كابوس وشبه مقبرة. لكن السلطات التايلاندية نجحت في أول عملية إنقاذ للأطفال المحاصرين في كهف مغمور بالمياه منذ أسبوعين. تم إخراج عدد منهم حتى الآن ونقلهم إلى المستشفى. فتح السلام يتساءل في صحيفة الزمان، من ينقذ العراقيين من الكهف الذي وقعوا فيه منذ 15 عاماً؟
متطوعون في أنحاء العالم وصلوا إلى ذلك الكهف للإسهام في الإنقاذ، بالرغم من أن تايلاند مسيطرة على الوضع. كانت لنا في العراق وسوريا كهوف، ولا تزال البيوت الخائفة كهوفا لأهلها تجنبا للقذائف والصواريخ. بيوت همدت فيها الأرواح والأحجار، ولا تزال الجثث تحت الأنقاض. كما في الجانب الأيمن من الموصل، هناك مات الناس ولم يفكر أحد بإنقاذهم إلا عبر إبادتهم. لم يتوصل العقل العسكري في حينها إلى وسيلة لرمي الخبز والدواء حتى لو وقع في يد الإرهاب. وهل يحتاج الإرهابيون الفتاة، وكانوا قد قضموا ثلث العراق بثرواته وناسه وتأريخه؟ من يضمن للباقين على قيد الحياة في العراق أن لا تشملهم موجة موت جديدة تحت عناوين أخرى؟ لا توجد ضمانات لأهالي المدن المدمرة ولو 1 بالمليون، لكن مصائبهم في لملمة الجراح تجعلهم لا يقرؤون ولا يعرفون ما يحدق بهم مجددا، ما دامت أسباب الخراب الأول مستمرة بثياب جديدة. يقول الكاتب أيضا إن العالم يتلهف لإنقاذ محاصري الكهف التايلاندي، ونفس العالم كان يرى موتنا داخل كهوفنا من دون أن ترمش له عين في أي عالم نعيش. ومن نحن حقا؟ علينا أن نعيد اكتشاف أنفسنا. ليس جديدا أن تحظى ميليشيا الحوثي بتضامن واسع النطاق من الأحزاب والتنظيمات والميليشيات المرتبطة بقيادة الحرس الثوري الإيراني، لكن الجديد الذي تناولته مؤخرا تقارير صحفية متقاطعة وهو انتقال التضامن من منابر القول إلى ميادين الفعل، الذي يشمل افتتاح مكاتب تجنيد وتطويع ومعسكرات تدريب تردد أن سليماني يشرف عليها شخصيا، تمهيدا لإرسال خريجي هذه الدورات العسكرية إلى اليمن للقتال في صفوف الحوثيين مقابل رواتب تصل إلى $1,000 أمريكي شهريا تتكفل طهران بدفعها. هذا ما أشارت إليه صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها لعدد هذا اليوم. يأتي هذا التطور في أعقاب زيارة قام بها إلى العراق وفد من قيادة أنصار الله، اجتمع خلالها بعدد من كبار المسؤولين العراقيين وقادة الحشد الشعبي، بالتوازي مع زيارتين مماثلتين إلى بيروت وطهران. وبين النتائج المبكرة لهذا التحرك كان إعلان أبو الولاء الولائي أمين كتائب سيد الشهداء المنخرطة في الحشد الشعبي أنه يتطوع جنديا صغيرا يقف رهن إشارة السيد عبد الملك الحوثي، الوجه الأول في أخطار انتقال أنشطة الميليشيات ذات الطابع الشيعي إلى اليمن. إن الحرب الأهلية اليمنية سوف تتعرب أكثر من ذي قبل، وبما يجعل اليمن أشد خضوعاً للاستقطاب المذهبي، الخطر الثاني هو التدويل من خلال إسباغ صفة احترافية وتكسبية على الصراع، وتحويل المقاتلين في الصف الحوثي إلى مرتزقة فعليين يقاتلون لقاء أجر معلوم. وأما الخطر الثالث فهو احتمال انجرار العراق إلى الحرب الأهلية في اليمن على مستوى الدولة والجيش هذه المرة، وليس على مستوى الميليشيات والمتطوعين. فمن المعروف أن الحشد الشعبي لم يعد مجرد ميليشيا، بل هو جزء من مكونات العراق العسكرية الرسمية. وترى الصحيفة في ختام افتتاحياتها أن ميليشيا الحشد تزحف إلى اليمن حاملة أخطار تصعيد المأساة لصب الزيت على النار بذريعة التضامن في خندق واحد كاذب كما تقول الصحيفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنذ حملته الانتخابية وحتى بعد وصوله إلى البيت الأبيض، تنتابه رعشة المال حين يأتي على ذكر العراق، فانتفض بشتائمه على السياسيين العراقيين وصفا إياهم باللصوص الذين سرقوا أموال أمريكا وأموال العراقيين. دكتور ماجد السمرائي يقول في صحيفة العرب اللندنية، يقول إنه مع كل تلك الشتائم الترامبية التي تقرع آذان قادة الحكم إلى أنهم ظلوا صامتين، إما لأن ذلك وصفا حقيقيا لحالهم، وإما لسبب مضاف وهو طلب إيران صمتهم لكي لا تختلط الصفحات أمامها في التصعيد الأمريكي
وتخسر نفوذها دفعة واحدة في سوريا والعراق واليمن. العراق بالنسبة لطهران هو التاج على رأس ولاية الفقيه في طهران، فكيف تخسره وهو رهانها الأخير في المعركة الطويلة؟ إيران تشتغل بهدوء مريب وتكرس إمكانياتها الاستخبارية والعقائدية والإعلامية في ترتيب خطط الحفاظ على سلطة السياسيين الموالين لها في بغداد. طهران تستخدم وسيلة تضخيم المخاطر أمام الزعامات الشيعية الماسكة بسلطة العراق وتخويفهم من احتمال ضياع حكمهم إذا ما تنازعوا وتفرقوا على توزيع درجات المناصب. وعندما أصبح مقتدى الصدر العقبة جاءوا إليه بثقل سياسي عال وبأقرب شخص من ولي الفقيه ابنه إلى جانب قاسم سليماني لإقناعه بالتراجع عن ذلك التصعيد في دعوات الخروج من التبعية الإيرانية وغير الإيرانية. ويبدو أنهم نجحوا في مسعاهم الاحتوائي للصدر لغلق منافذ هذه الثغرة السياسية التي قد تصب في النهاية في المشروع العربي والأمريكي بتحجيم وتقليص النفوذ الإيراني في العراق. هناك من يقول بأن حالة الشد العالي التي تقود إلى مواجهة جادة أمريكية إيرانية وإنما هي مجرد تدريب على عرض إمكانات القوتين، لكن المؤشرات العملية تجيب بأن المعركة انفتحت في جميع الجبهات ومن ضمنها جبهة العراق. ويضيف الكاتب أن الأمر وصل بالمسؤولين الأمريكيين إلى أن يحددوا جداول زمنية لعمر النظام الإيراني بالشهور، وقد تكون معركة وجوده الأخيرة ليست في طهران وإنما في بغداد، حتى وإن تطلب ذلك دماء عراقية تسفك على ضفاف دجلة قرباناً لولاية الفقيه، لكن تلك مراهنة خاسرة. فحين يجد الجد فإن قسماً قليلاً جداً من شيعة العراق سيضعون مصيرهم مع مصير طهران، وحين يشعرون بارتجاج أركان نظام طهران فسيتخلون عنه بسرعة. ما كان العراقيون أو أغلبيتهم في الأقل ينتظرون إعلاناً عن من المفوضية الجديدة المؤقتة للانتخابات في العراق حتى يدركوا أو يتأكدوا أن التزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من أيار الماضي هو حقيقة واقعة. عدنان حسين يقول في صحيفة الشرق الأوسط إن هذه الحقيقة يعرفها الكثير من العراقيين قبل أن تتوصل إليها المفوضية الجديدة التي شكلها هذه المرة مجلس القضاء الأعلى من 9 قضاة تنفيذاً لقرار من البرلمان. العراقيون يعرفون الحقيقة هذه لأنه ما من عملية انتخابية جرت في السابق لم تثر بشأنها اعتراضات واحتجاجات واتهامات بالتلاعب في إرادة الناخبين، بيد أن الطبقة السياسية المتنفذة كانت دائماً تجد الطريق سالكة إلى تسوية فيما بينها يجري بموجبها تبادل المصالح والمنافع، فتطوى ملفات التلاعب في العملية الانتخابية والتزوير في نتائجها. الحركة الداعية إلى المقاطعة التي انطلقت عشية التحضير للانتخابات الأخيرة كان من أسبابها هذه الحقيقة الواقعة المرافقة لكل عملية انتخابية: التلاعب والتزوير. الداعون إلى المقاطعة كانوا يعتقدون أن لا فائدة من الذهاب إلى مراكز الاقتراع، فالنتائج معروفة ومحسومة سلفاً. إعادة العد والفرز التي تقوم بها الآن المفوضية الجديدة في المراكز والمحطات التي طعن في نتائجها من المنتظر أن تكشف عن المزيد من حالات التلاعب في نتائج الانتخابات. من المرجح أن تنتهي العملية إلى إظهار أن هناك من فاز بالفعل في الانتخابات، لكن أصوات ناخبيه استولي عليها ظلماً وعدواناً في مقابل أن هناك من خسر وجرى تفويزه بالتلاعب. الخاسر بالتلاعب سيستعيد أصواته والفائز ستسحب منه الأصوات الممنوحة له من دون وجه حق. وبحسب الكاتب فإن الأهم من هذا هو الاعتراف الرسمي بأن التلاعب في العملية الانتخابية والتزوير في نتائجها هما حقيقة واقعة سيطعن في صدقية العملية الانتخابية برمتها، ما يستدعي إعادة النظر في قانون الانتخابات
وفي قانون الأحزاب. وهذه من المطالب الرئيسة للحراك الاحتجاجي الذي انطلق منذ 3 سنوات في سبيل الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وهي مطالب فشلت في تلبيتها الحكومة الحالية والبرلمان المنتهية ولايته. ثمة غائب عما يجري في جنوب سوريا، غائب عن استلام الفصائل المسلحة للمعارضة وعن النصر الذي حققه النظام في تلك المناطق. إنه الائتلاف الوطني السوري، الهيئة التي اقترحت على السوريين أن تكون الممثلة السياسية لحركة اعتراضهم وثورتهم على النظام، والتي تولت تمثيلهم في مؤتمرات جنيف وسوتشي وغيرها من المؤتمرات الدولية. حازم الأمين يرى في صحيفة الحياة إنه لا أثر اليوم لهذا الائتلاف في حدث أساسي بحجم عودة النظام إلى كامل الجنوب السوري. أليس هذا مفجعاً أن لا يقتضي إعلان الائتلاف لفشله وحل نفسه وذهاب أعضائه إلى منازلهم التي خصصتها لهم دول راعية وجهات جعلتهم واجهة لطموحاتها في سوريا؟ في جنوب سوريا تراجيديا الثورة السورية، نهايتها وبداية زمن آخر، فشل هائل يغيب عنه أبطاله الحقيقيون، يسعى المهزوم إلى لصق هزيمته في وجوه مقاتلين متعثرين بأسلحتهم الرثة، فيما الوجوه الحقيقية التي تقف وراء الهزيمة متوارية. رجال متعبون تقلهم باصات خضر إلى إدلب، حيث ينتظرهم هناك شقاء مختلف، بينما يشيح رجال الهزيمة بوجوههم عن حقيقة ما ارتكبوه. لا أحد يريد أن يقول شيئا لذلك المقاتل الذي فشل في الحرب، لا أحد يريد أن يطلب منه البقاء أو المغادرة، مأساة حقيقية. فالمقاتلون هزموا في حرب لم يكونوا فيها مدافعين عن مستقبل وعن أمل وعن أفق، لم يقاتلوا بانتظار تسوية بل بانتظار هزيمة واستسلام. ثمة صفقة توجت بهزيمة يسعى الجميع إلى إلصاقها بوجوه مقاتلين متعثرين لطالما قاتلوا بالقطعة عن دول وأحلاف إلى أن حانت ساعة النهاية، فأخفت جميع وجوههم وألصقت الهزيمة بمن لم يكن يوماً يملك زمام الحرب التي يخوضها. يقول الكاتب إنه لابد من البحث عن مهزوم آخر لكي تستقيم النهاية، ذاك أن الحرب كانت هائلة ولا يصح أن يقتصر الفشل فيها على ضعفائها. وهل يصح أن تتوج حرب هائلة برحلة حزينة لمئات المقاتلين تقلهم البساط الخضر إلى إدلب؟ المشهد ينطوي على مراوغة كبرى وعلى حرب لم تكن يوماً سوى قناع يخفي ابتسامات ترتسم على وجوه مريق الدم السوري. يشهد العالم كسوفاً جزئياً للشمس يوم الجمعة المقبل 13 من تموز الجاري، والذي يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1439. وقال موقع الخليج أونلاين إن القمر سيحجب 34% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف، وسوف يرى الكسوف الجزئي للشمس في كل من جنوب أستراليا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، بينما لن تتمكن دول المنطقة العربية من رصده لأنه سيحدث فجراً. ولكن يمكن لسكان تلك المناطق متابعة الكسوف الجزئي عبر البث الحي من وكالة ناسا الفضائية من خلال موقع البث المباشر للوكالة
أو عبر يوتيوب من خلال الإنترنت. وتأتي أهمية الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية من أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية في حساب التقويم الهجري، إذ يحدث الكسوف عند لحظة الاقتران، في حين تحدث الخسوفات في منتصف الشهر القمري. إلى الكاريكاتير الآن، وفيها تكون الخاتمة، نتابع معه. وفي ختام فقرة الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من صدى الأقلام. إلى اللقاء.